بكل الخير والمحبة، حياكم الله. هذه إطلالة جديدة من ملف اليوم نتابع فيها وإياكم. ما دلالات وأبعاد أن تكون القائمة المشتركة القوى الثالثة في الكنيست؟ أي سيناريوهات أقرب إلى الواقع حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟ وما المستقبل السياسي الذي تبقى لنتنياهو الملاحق بقضايا الفساد؟ هذه المحاور وأسئلة أخرى سنطرحها وإياكم في سياق هذه الإطلالة من ملف اليوم، لكن قبل ذلك اسمحوا لنا أن نرحب بضيفي هنا في الاستوديو. السيد إلياس زنانيري، نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، مساء الخير وأهلا بك معنا. وأيضا السيد نظير مجلي، المختص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، سيكون معنا بعد لحظات. قبل أن نطرح الفكرة الأولى، اسمح لنا أنت وأيضا السيد نظير مجلي أن نذهب إلى التقرير التالي مع الزميلة سلام مشرقي لنفتح الحوار بعده. سيدتي وسادتي، مع تقرير الزميلة سلام مشرقي. معركة طاحنة على تمثيلها وحفظ مكانتها خاضتها الجماهير العربية داخل الخط الأخضر بانتخابات الكنيست 22 التي عملت فيها القائمة المشتركة على قدم وساق لرفع تمثيلها البرلماني، فحازت على أكثر من 90% من أصوات الشارع العربي لتحرز 12 مقعدا حتى نتائج اللحظة، وتشكل بذلك الكتلة الثالثة بحجمها في الكنيست الإسرائيلية. نريد أن نكون جزءا فاعلا ولاعبا مؤثرا وأساسيا في اللعبة السياسية. هناك معادلة نشأت طبقا لهذه الأرقام، جنس ربما سيتصل بالليكود بليبرمان، ولكن إذا اتصل بنا سنسمع وسيسمع مطالبنا وسنحسم أمرنا في القائمة المشتركة بشكل ديمقراطي لما فيه مصلحة الجماهير العربية بشكل مسؤول وسياسي واعي. سيناريوهات عدة مطروحة على الساحة السياسية الإسرائيلية، ما بين إمكانية تشكيل حكومة ما يسمى باليسار والمركز بدعم خارجي من القائمة المشتركة، وما بين تشكيل حكومة وحدة تجمع حزبي الليكود وأزرق أبيض، مما يعني ترأس القائمة المشتركة للمعارضة في البرلمان للمرة الأولى بتاريخ الكنيست، الأمر الذي يمنحها ثقلا وأهمية غير مسبوقين. مؤشر هام إلى أن شعبنا يريدنا موحدين، يريدنا أقوياء، يريد القوة، يريد الوحدة أمام هذه الدولة، أمام مؤسسات هذه الدولة، أمام الحكومات الفاشية والمتطرفة بحقنا وبحق شعبنا وأهلنا. فعمليا لابد، لا شك أن هذه النتيجة هي مؤشر خير وهي بشارة خير، وهي يعني علينا أن نقرأها أيضا كعودة الناس أيضا وإعادة الثقة بالقائمة المشتركة، وهو أمر هام علينا أن نحميه، علينا أن نصونه، علينا أن نطوره. ستظهر بالأيام القريبة النتائج النهائية لدورة الانتخابات هذه مع انتهاء فرز أصوات الجنود والمغلفات المزدوجة، مما يوضح الصورة بما يتعلق بتشكيل الحكومة وتركيبتها المستقبلية، إلا أن المعطى المؤكد هو تشكيل القائمة المشتركة القوة الثالثة بكبرها وقدرتها اليوم على التأثير الفاعل، لا سيما إذا ما ترأست المعارضة. إنجاز حققته القائمة المشتركة بدعم الشارع العربي وصوته لتشكل اليوم الكتلة الثالثة بحجمها، والتي لا يمكن التشكيك بثقلها ومكانتها وقدرتها على التأثير ببلورة الصورة السياسية الإسرائيلية. من الجليل، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. شكرا للزميلة سلام مشرقي على هذا التقرير. قبل أن نطرح السؤال على ضيفنا هنا في الاستوديو السيد إلياس، اسمح لنا أن نذهب إلى الناصرة مع ضيفنا من هناك السيد نظير مجلي، الذي أكرر ترحابي به. سيد نظير، ماذا يعني حصول القائمة المشتركة على 12 مقعدا حتى الآن؟ الأرقام تزيد تنقص لأن عملية الفرز لم تنتهي بشكل رسمي، ماذا يعني ذلك؟ يعني نعم، كانت 13 مقعدا
وهبطت الآن إلى 12 مقعدا بسبب فحص المزيد من الأصوات، حوالي 100,000 صوت، والآن مع فرز أصوات الجنود يعني يجب أن نكون حذرين ونتوقع الأسوأ، فالأسوأ أن ننزل إلى 11 مقعدا، ولكن احتمال أن نبقى ونحافظ على 12 مقعدا. هذا يعني أن المعركة التي خضناها كجماهير غفيرة حتى كشعب فلسطيني معا خضنا هذه المعركة ونجحت. وعندما أقول شعبنا الفلسطيني أقول لأن هنالك أوساط عدة من كل أنحاء البلاد، من كل التيارات، من كل الشرائح الاجتماعية والسياسية في البلاد وفي الخارج، كلها كانت تنتظر وتترقب وتعمل من أجل أن يخرج الناس إلى الشوارع. ساعدنا نتنياهو بالتأكيد نتيجة للحملة التحريضية العنصرية المتغطرسة والبلطجية التي شنها علينا، هذه ساعدت أن تستفز كرامة الإنسان الفلسطيني في الوطن وأن يخرج إلى صناديق الاقتراع. حتى أولئك الذين كانوا غاضبين من القائمة المشتركة أو من قادة القائمة المشتركة أو من بعض التصرفات بلعوا هذا الجرح واستمروا وذهبوا إلى صناديق الاقتراع، قسم منهم من الصباح وقسم منهم في آخر لحظة، فارتفعت نسبة التصويت إلى حوالي 62%، وبهذه الطريقة حققنا هذا المكسب. هذا مكسب مهم، هو يعني تعود أهميته أولا إلى العدد، ثانيا إلى الرسائل التي يوجهها بأننا لا نخاف التحريض العنصري والدموي ونعرف كيف نرد عليه ونساهم في التغيير الذي من الممكن أن يأتي لنا بإسقاط حكومة نتنياهو. نعم سيد نظير، ابقى معنا وسنبقى في الحوار معك ومع السيد الياس، وسينضم إلينا لاحقا إن شاء الله دكتور منصور عباس وهو نائب عن القائمة المشتركة أيضا لنتحدث في سياق أوسع. سيد الياس، 12 مقعد، 13 مقعدا، وحتى نرحب بدكتور منصور عباس نائب عن القائمة المشتركة ينضم إلينا من الجليل. سنعود إليك دكتور منصور بعد أن ننتهي من السؤال مع السيد الياس، أهلا بك معنا. سيد الياس، هل هذا يعني بأنه أصبح أهلنا في الداخل معارضة ويمكن لهم أن يعطلوا مشروع قانون هنا مشروع قانون هناك، أن يحصلوا حقوقا ما تطالب بها الجماهير العربية؟ يعني أولا كما أشار التقرير أنه لأول مرة القوة العربية البرلمانية تحتل موقعا مميزا في داخل الكنيسة الإسرائيلية بعد أن تم تهميشها طوال 71 عاما منذ قيام الدولة العبرية حتى اليوم. ما جرى في الانتخابات الأخيرة ودخول العرب بهذا الثقل وحصول القائمة المشتركة على قوة ثالثة في الكنيسة واحتمال أن تكون زعيمة المعارضة سيخلق ديناميكية عمل سياسي جديدة ليس فقط بالنسبة للعرب وإنما أيضا بالنسبة للشارع اليهودي، الذي سيفرض لأنه سيفرض على الشارع اليهودي أن يتعامل مع العرب ليس كقوة برلمانية هامشية مجرد ديكور موجودين في الكنيسة، وإنما هم قوة أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ونعطي أمثلة بسيطة جدا لكن لها مضامين مهمة جدا. رئيس المعارضة، زعيم المعارضة في إسرائيل عادة له صفة خاصة، صفة لا تقل أهمية عن رئيس الحكومة، عن رئيس الوزراء. بمعنى في المناسبات الرسمية رئيس الوزراء يتكلم ومن ثم زعيم المعارضة يلقي كلمته. في الزيارات الدولية المسؤولين الدوليين الذين يأتون لزيارة إسرائيل لا يلتقون فقط برئيس الوزراء وبأعضاء البرلمان وغيره وغيره، وإنما أيضا بزعيم المعارضة. حتى اللقاءات الشهرية التي يجريها رئيس الوزراء مع زعيم المعارضة يجب أن تنسحب أيضا على زعيم المعارضة أيمن عودة. ليه؟ لأنه هو زعيم المعارضة، زعيم أكبر قوة معارضة في البرلمان. وتخيل أنه رئيس الوزراء سيفرض عليه حسب البروتوكول أنه يقدم عرضا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واللي بدك إياه لزعيم المعارضة اللي هو أيمن عودة. أيمن عودة اللي كانوا لحد قبل يومين بحرضوا عليه وعلى العرب وعلى الجماهير العربية في الداخل. هذا انقلاب. ب 77 لما جرت انتخابات في اسرائيل وفاز حزب الليكود لاول مره، كان مذيع التلفزيون الاسرائيلي وكانت فقط القناه الاولى في تلك الفتره، بدا النشره بقوله انقلاب او ثوره سماها. هذا انقلاب حقيقي. اليوم الانقلاب الثاني في السياسه الاسرائيليه هو دخول العرب بهذا الثقل وبهذا الشكل وبهذه الديناميكيه من العمل السياسي الى قلب التجربه البرلمانيه. انما ايضا لابد من أيضا التعامل أو تحليل ماذا جرى في الانتخابات الأخيرة، إذا بتحب نحكيها هلأ أو نجلها سنتطرق بعدها. لأنه هناك لدينا كثير من المحاور، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى السيد أو دكتور منصور عباس.
من الجليل. دكتور منصور، مرة أخرى مساء الخير، أهلا بك معنا. هل أنتم قلقون من أي تغيير في النتائج المعلنة؟ في البداية أعلن أنكم حصلتم على 13 مقعدا، هبطت النتيجة إلى 12 مقعدا، وهناك المظريفة المزدوجة التي سيتم الانتهاء منها حتى مساء غد. والظريفة المزدوجة لمن لا يعرف من المشاهدين هي تخص أصوات الجنود، البعثات الدبلوماسية وأولئك الذين في المشافي، وأيضا السجناء الإسرائيليين. هل أنتم واثقون من الرقم بنعم أو لا؟ قبل أن أسألك السؤال، أن أسألك السؤال التالي. يعني هو عمليا هذه المرة في تغيير في الإجراءات الإعلان عن نتائج الانتخابات، لذلك في عدم وضوح تماما بالنسبة لحقيقة الوضع في هذه المرحلة. وارد جدا أن تتغير نتيجة عد أو تقسيم المقاعد من هنا إلى يوم غد. اليوم بدأوا بعد المغلفات المزدوجة اللي فيها طبعا معظمها جنود وشرطة وغيره، وهذه في طبيعة الحال تعطي أفضلية للأحزاب الصهيونية، لأنه في طبيعة الحال من يخدم في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية هم الصهاينة وليس العرب بحد كبير. طيب، قلتم قبل فوارد جدا، يعني باختصار فوارد جدا أن نخسر مقعد، ونتأمل أنه لا، ولكن وارد أن نخسر مقعد إضافي. طيب دكتور منصور، عن خياراتكم كنتم قد أجبتم في لقاءات إعلامية، ليس أنت بالتحديد ولكن بعض زملائك أو حتى رئيس القائمة، بأنكم لم تعلنوا خياركم بعد. الآن هل يمكن لك أن تؤكد للسيدات والسادة أنكم لن تنضموا لأي شيء يسمى حكومة وحدة في إسرائيل، وأنكم ستبقون في المعارضة؟ أم أن كلام اليوم قد تغيره نتيجة غد أو بعد غد؟ بصراحة هو عمليا القائمة المشتركة لم تجتمع بعد حول هذا الموضوع وتتخذ منه موقفا نهائيا، فبالتالي ما يصرح به في الإعلام هو اجتهادات في الإطار العام للموقف العام للقائمة المشتركة. ولكن دعنا نكون واقعيين، في طبيعة الحال الخيارات الموجودة الآن في الساحة الإسرائيلية إما تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو يريدها حكومة يمينية، أو حكومة وحدة وطنية كما يريدها غانتس، وهكذا يفرض عليه حليفه إلى حد معين ليبرمان الذي اشترط أو يشترط على الطرفين، على كحول لافان برئاسة غانتس وعلى الليكود برئاسة نتنياهو، أن يلتقيا معه على حكومة وحدة وطنية. في طبيعة الحال حكومة وحدة وطنية لا مكان فيها للأحزاب الصهيونية الثانوية، فكم بالحري بالقائمة العربية. ولكن اليوم طبعا كان تصريح واضح من قبل ليبرمان الذي يدفع بخيار حكومة وحدة وطنية صهيونية، وقال أنه أبدا لن يجلس في أي حكومة يكون فيها العرب شركاء، لا في هذه الدنيا ولا في الدنيا التي بعدها. فضلا عن أنه كحول لافان ولا مرة طرحت فكرة أنها تقبل أو ستدعو العرب إلى المشاركة في الحكومة. أكثر طيب. ما هو دكتور منصور، هنا فقط يجب أن نوضح مسألة، بأن غانتس اتصل مع رئيس قائمتكم، لكن رئيس القائمة المشتركة قال إن الاتصال كان بروتوكوليا ولم يتم فيه بحث أي شيء يتعلق بأي مشاورات مستقبلية أو مسبقة لتشكيل الحكومة. أكرر السؤال عليك مرة أخرى، هل من احتمال ولو كان ضئيلا بأنه من الممكن أن تجركم الخيارات للمشاركة في ما تسمى حكومة وحدة في إسرائيل؟ ما هو لا يمكن أن تشكل حكومة من هذا النوع. يعني عمليا غانتس وحزب العمل وميريتس يصلوا إلى 43 مقعد، فمع العرب لن يصلوا إلى 60 أو 61 مقعد. وفضلا عن أنه مرة أخرى ليبرمان لا يمكن أن يجتمع في حكومة مع العرب برئاسة غانتس، فأيضا في هذا الخيار مسدود. وغانتس لا يستطيع أيضا أن يشكل حكومة لوحده مع ليبرمان، بمعنى يصل إلى 52 مقعد. فبالتالي الخيارات حقيقة، نتحدث بشكل واقعي، الخيار الواقعي الحقيقي إما أن تشكل حكومة وحدة وطنية صهيونية أو أن تنحل الكنيسة ونذهب من جديد لانتخابات. يعني إحنا نتحدث عند هذه النقطة دكتور منصور. نعم دكتور منصور، عند هذه النقطة اسمح لي أن أعود إليك لاحقا وأن تبقى معنا، وأنتقل بالسؤال إلى ضيفنا السيد نظير، وهذا يدفعنا لأن ندخل في المحور الثاني.
نتحدث الآن عن السيناريوهات، صحيح أن النتائج لم تعلن بشكلها الرسمي حتى الآن، لكن نطرح السيناريوهات. كل طرف بات ينظر إلى الكعكة التي تكون ألذ بالنسبة له. بتقديرك ما السيناريوهات المطروحة على عجالة لو تكرمت؟ ليس ألذ بل أقل مرارة، هذا اللي هو الواقع. نعم. لأن الأوضاع نعم. لا ترضي أحدا في هذا الشأن. مرحبا بالدكتور منصور عبد الباس منصور، ومرحبا بالزميل إلياس زنانير، ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين. في الواقع أن السيناريوهات الأساسية المطروحة الآن على العرب أولا هي أن لا يقولوا لا، أن يظهروا للمواطن العربي الذي دخلوا في أزمة معه في الانتخابات الماضية أن يحسنوا هذا الوضع ويقولوا له جئنا لنؤثر على الانتخابات وعلى الحياة السياسية في إسرائيل لما فيه مصلحة شعبنا في قضية السلام وإنهاء الاحتلال، ولما فيه مصلحة شعبنا في قضية السلام في قضية المساواة والديمقراطية. هذه هي القضية الأساسية، والآن المطروح هو من سيكلف برئاسة الحكومة. هل سيكلف نتنياهو الذي يوجد بين يديه الآن 56 صوتا يقولون نتنياهو، أم جانتس الذي بين يديه يوجد الآن 44 صوتا وهو يحتاج إلى 12 صوتا عربيا؟ ممكن نحن أن نقول الآن لرئيس الدولة ما خصناش، فإذا صاحب الأصوات الأكثرية هي نتنياهو، إذا ساهمنا في أن يكون نتنياهو رئيس الحكومة. هذه هي الطروحات بهذه البساطة. ولذلك اليوم المطلوب من القائمة المشتركة أن تغير تكتيكها السياسي وتبدأ في النظر إلى البعد الاستراتيجي الذي يقول نريد بكل لحظة من كل موقع أن نؤثر. صحيح الآن غير مطروح أن يدخلوا في الحكومة في الوقت الحاضر، ولكن هذه الإمكانية يجب أن لا تسد. وأنا يعجبني الطريقة التي تحدث بها الدكتور منصور، لأنه لم يقل لا، وطبعا لم يقل نعم، لأنه يريد أن يترك الأبواب مفتوحة. هكذا يشتغلون بالسياسة، لا يقطعون لا بقول لا مثل ما فعل إخوتنا في التجمع وفي بعض القوى الأخرى. عندما يكون بيد جانتس تشكيل حكومة، كنا داخل الحكومة أو كنا في جسم مانع أو كنا أينما كان نستطيع أن نتحاور معه، ويجب أن يكون تعاملنا معه إيجابيا، لأن قضيتنا كبيرة، احتياجاتنا كبيرة، قضية شعبنا والاحتلال المستمر والتهويد والاستيطان تحتاج إلى تغيير فوري في السياسة الإسرائيلية. وإحنا يعني كل تعامل إيجابي مع هذه القوى ممكن أن يؤثر على الحكومة، كانت برئاسة جانتس أو كانت برئاسة نتنياهو مثلا في تحالف مع جانتس، مع أن هذه الآن غير واقعية، لكن نحن بحاجة إلى كسب هذا المعسكر بكامله إلى جانب قضيتنا. وللقائمة المشتركة إمكانيات كبيرة للتأثير، وعلينا أن لا نضيع هذه الفرصة. طيب أنتقل بالسؤال إلى السيد إلياس. السيد إلياس، من الذي انتصر في هذه الانتخابات؟ هل هو ليبرمان؟ يعني لا، لم ينتصر أحد باستثناء الصوت العربي بصراحة، لأنه نتنياهو خسر الانتخابات وخسر بشدة، لكن لم تعلن النتائج بعد. قد يتساوى هو وجانتس. المحتوى الكامل الشامل للنتيجة هو أنه نتنياهو يعني مستقبله السياسي على كف عفريت، هذا واحد. جانتس لم يكسب الانتخابات، لم يخسر لكنه أيضا لم يكسب، بمعنى أنه بقي يراوح بنفس المكان الذي كان به في الانتخابات الأخيرة، كذلك الأمر بالنسبة لليكود. انما بالنسبه للسيناريوهات، وهذا الكلام اللي خلينا في نتنياهو قبل ما ننتقل حتى ما نشتت الافكار. نتنياهو يخسر ويخسر بسرعه، وبالتالي يعني تصرفات نتنياهو بالامس وخرقه لقانون الانتخابات وقوانين لجنه الانتخابات المركزيه، والظهور في نشرات على الفيسبوك وغير الفيسبوك، وتم اغلاق صفحته وعقابه، وتم اغلاق كل هاي التجاوزات عملها، يعني لانه كان يحارب باسنانه من اجل ان يحافظ ليس بالضروره فقط على موقع رئيس الوزراء، وانما ايضا على حريته، لانه يدرك تماما انه تشكيل حكومه اخرى لا يكون فيها الليكود صاحب الأمر الناهي فيها سيمنع أي حصانة برلمانية عن نتنياهو، وسيكون مصيره أولا المحكمة، وبعد المحكمة بالتأكيد السجن، لأنه الملفات إذا مش أكثر من هيك. هذا إن لم يخسر رئاسة الليكود. هذا إذا من هون بقودنا الكلام للسيناريو الآخر. لكن قبل السيناريو الآخر، نتنياهو كمان يخسر حتى من داخل الليكود، ولو أنه هناك
وحدة ظاهرية من أعضاء الليكود المعسكر اليميني مع نتنياهو حاليا، مش أكثر من يعني ليب سيرفيس بسموها، مش أكثر من هيك. لأنه في اللحظة الجدية إذا كان الثمن رأس نتنياهو حتى يبقى الليكود في السلطة شريكا لجانتس في حكومة جديدة، نتنياهو بيطلع برا، بيسقطوه بطريقة أو بأخرى. وهذا السيناريو نوقش حتى هذه اللحظة، نوقش أكثر من مرة، وطرح أيضا اسم رئيس الكنيسة الإسرائيلي يولي أدلشتين وهو من الليكود أن يكون مرشح الليكود لرئاسة الوزراء بدل نتنياهو. ساعتها الفيتو من جانتس وجماعته على الجلوس في نفس الحكومة مع نتنياهو لن يعود قائما، وبالتالي هناك فرصة لحكومة من نوع آخر بدون نتنياهو، بدون الجنون الأرعن اللي قاده نتنياهو خلال السنوات العشر الأخيرة في التحريض. نتنياهو يخسر أيضا حتى على الساحة الدولية. تخيل إنه لما طلع سافر إلى روسيا للالتقاء برئيس بوتين في سوتشي، انتظر 3 ساعات، وكان من المفترض أن يقضي ليلة كاملة هناك وأن يرحب به ترحيبا دافئا، إنما بوتين تعمد التأخر عن لقاء نتنياهو 3 ساعات، يعني زي ما احنا بنحكيه رمان في الكوريدور يستنى تنو اجع باله يشوفه، وكان لقاء بردا حتى النهاية. ترامب بالمناسبة خلال الفترة الأخيرة من أسبوع وجاي أو أكثر حاول نتنياهو يتصل فيه كذا مرة، وكان الرد يسمع من البيت الأبيض إنه الرئيس مشغول، برجع لك وبرجع لك وما رجعلوش. لكن عدة مرات. لكن كان هناك حديث. بس عفوا، واليوم قبل ساعة كان في تصريح لترامب، سألوه الصحفيين على مدرج مطار بده يطلع كاين، فبسألوه إذا تحدث مع نتنياهو، قال لهم لا لم أتحدث معه لأنه أصلا في شيء جديد، وهناك في بعد النتائج النهائية لم تصدر. سألوه إذا تحدث مع نتنياهو، قال لهم نحن صداقتنا مع إسرائيل وإسرائيل هي صديقتنا. حتى تفادى ذكر نتنياهو في الوقت اللي كان نتنياهو حاطط صوره في كل حملته الانتخابية في كل مدن في إسرائيل، بوسترات ضخمة. لكن لا ننسى أنهما تحدثا عن اتفاقية دفاع مشترك، ولو كان حديثا عابرا ولم يتم توقيعها، لأنه اتفاقية كهذه تحتاج وقت طويل. لأن هذه اتفاقية كانت فتاشة من عند نتنياهو، فكر ممكن تفيد، مع العلم أنه المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترفض أي معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، لأنها يعني ستكبل يديها أو أيديها في أي عملية عسكرية سواء اختارتها إسرائيل. إذن لم ينتصر أحد في نتائج الانتخابات. نتنياهو يعني سياسيا انتهى. سنتحدث عن مستقبل نتنياهو في محور لاحق. بالنسبة لجانتس، جانتس ولو أنه راوح مكانه، إنما يعني في السياسة دائما يقال never say never. ولما جانتس انتهت الانتخابات حاول أولا عدم الدخول أو تكرار الغلطة التي وقع فيها في الانتخابات الأخيرة في شهر نيسان حين تسرع وخطاب الانتصار، وفي النهاية طلع لا انتصار ولا بطيخ. اليوم الكل بيستنى النتيجة النهائية، أن يتم تقديم النتائج النهائية من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية لرئيس الدولة روبي ريفلين، وحينها تبدأ عملية المفاوضات الحقيقية لتشكيل الائتلاف. الآن ما هو دور يعني كيف طبيعة جانتس اليوم؟ حزب أبيض أزرق لا يمكن أن يشكل حكومة من غير ليبرمان، لكنه مع ليبرمان لا يمكن أن يشكلها بدون دعم القائمة المشتركة، وبالتأكيد كمان حزب العمل وغيره. لكن حتى يحصل على هذا الدعم أمام القائمة المشتركة كأكبر قوة معارضة في الكنيسة، إما أن تكون جزءا من هذه الحكومة أو أن توفر لها دعما من الخارج مقابل، ما في شيء ببلاش. وأيمن عودي في خلال في يوم الانتخابات كان واضحا حين تحدث عن ضرورة يعني السياسات الخطوط العريضة لسياسة الحكومة التي يمكن أن تؤيدها القائمة المشتركة وتدرس حتى المشاركة بها بشكل أو بآخر، هي أن تكون حكومة تسعى إلى حل الدولتين، لديها استعداد للاعتراف بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، وعلى المستوى الداخلي معالجة كل قضايا ضياع العدالة وفقدان المساواة. طيب. بالنسبة طيب. للعرب فيما يتعلق في هدم المنازل، مصادرة البيوت، توسيع المناطق التنظيمية أو الهيكلية للقرى والمدن العربية، هذه مجموعة مطالب ليست سهلة. طيب. ومن الممكن أن تحقق جزءا منها القائمة المشتركة، مش كلها، حتى ما نحملها أكبر من طاقتها. طيب. في هذه المرحلة من الممكن أن تحقق جزءا من هذه إذا لعبت اللعبة السياسية كما قال أحمد الطيبي في اللقاء التقرير. إنه هذه لعبة سياسية بدك تلعب اللعبة البرلمانية تلعبها على أصولها. طيب. لكن ما في شيء مجانا، كل صوت عربي بده يؤيد الحكومة أو بده يكون جزء منها
لجامس، انا بحكيش عن الليكود، الليكود خارج الصوره، لابد من انه من توفر ثمن بالمقابل من جانب الحكومه باتخاذ مواقف جديده. يعني في فتره رابين ب 92 كانت الفتره يمكن الاولى الوحيده في التاريخ الاسرائيلي انه موقف الحكومه الاسرائيليه تجاه العرب اختلف، وبدات بدأ التعامل مع العرب يختلف تماما، وهذا احد الاسباب اللي اختلف فيها رابين. طيب. في سيد الياس، سنعود اليك قبل ان اتوقف مره اخرى مع دكتور منصور. اسمح لي دكتور منصور ان اذهب الى السيد نظير. سيد نظير، ماذا عن ليبرمان؟ ليبرمان يرى بانه هو ملك الملوك في الانتخابات الاولى وفي الانتخابات الثانيه، وان اي من قاده الكتلتين الكبرى لن يستطيع أن يخطو أي خطوة من دون أن يذهب إلى حضن ليبرمان. ماذا عن ليبرمان برأيك؟ يعني ليبرمان شخصية ذكية في السياسة الإسرائيلية، نجح في أن يضاعف قوته أول شيء، يعني مش مضاعفة، يعني كان 5 صار 8 مقاعد الآن بفضل موقفه. لم يستطع نتنياهو أن يشكل الحكومة وذهب إلى انتخابات أخرى. الآن في هذه الانتخابات خلق وضعية جديدة، هو في مركز التأثير، هو لسان الميزان، وأن تكون لسان ميزان في السياسة هذا يعني أن تقبض ثمنا أكبر بكثير من قدرك، وهذه شطارة في العمل السياسي. ولذلك يعني ليبرمان على الرغم من تحفظنا الشديد من سياسته فهو بلطجي وهو عنصري وهو متطرف ويميني، ولكن هو من ناحية تقييم مهني لعمله وأدائه السياسي وشاطر. الآن يحاول نتنياهو أن يسحب البساط من تحت أقدامه بحيث أن يقيم حكومة مع حزب آخر، ويعرضون أمورا مغرية جدا لحزب العمل. العمل أعلن علنا وسرا أنه يرفض ذلك، ولذلك سيضطرون إلى العودة لليبرمان. لن يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة إلا مع ليبرمان، طالما على الأقل طالما جانتس يؤكد أنه لم يتراجع عن تصريحه الأول بأنه لن يجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة طالما توجد في الأفق لائحة التئام. هذا الموقف يجعل نتنياهو في حصار، ويجعل نتنياهو حتى لو قام بأخذ مسألة تكليف تشكيل حكومة لن يستطيع أن يحقق الهدف، وسيفشل مرة أخرى ليبدأ نهاية عهد. نعم. ولذلك ليبرمان هو شخصية مركزية، نجح أن يكون شخصية مركزية في هذه الانتخابات، ومن المفترض في هذه الناحية أن يتعلم منه الكثير من السياسيين. طيب سيد نظير، بنعم أو لا قبل أن ننتقل إلى دكتور منصور، ليبرمان هو الذي انتصر برأيك في هذه الانتخابات أم من؟ لا أعتقد أن أحدا انتصر في هذه الانتخابات، ولكن ليبرمان هو واحد من أكثر المستفيدين الذي حقق مكسبا على صعيد ذاتي حزبي وعلى صعيد المستقبل أيضا في بناء شخصية لها كلمة، عندها تخطيط، عندها استراتيجية وتستطيع أن تحققها. نعم، أنتقل بالسؤال إلى دكتور منصور. أعذرنا دكتور منصور أطلنا عليك. دكتور منصور إن كنت تسمعني، دكتور منصور قلت بأن الخيارات لديكم هي أقرب أن تكونوا في المعارضة من أن تندرجوا في أي إطار، لكن لا يوجد هناك نعم واضحة أو لا واضحة لديكم كقائمة مشتركة. طيب هناك وحدة وهناك نشوة شعر بها أهلنا بالداخل بحصولكم على هذا القدر من المقاعد، ما الذي تعدون به الجماهير العربية داخل الخط الأخضر بعد حصولكم على لنقل 12 11 بغض النظر حتى تعلن النتائج النهائية؟ ما هي وعودكم للناخب العربي؟ يعني القائمة المشتركة موضعت نفسها بموضع يعني تحاول من خلاله أن تتحدى المنظومة السياسية الإسرائيلية بشكل أو بآخر، وكان هذا طبعا في فترة الانتخابات وأحدث يعني إرباك في مواقف الأحزاب المختلفة، وكان موضوع جوهري وأساسي هو موقف القائمة المشتركة وما هي الخيارات المطروحة أمامها، وهذا في اعتقادي كان خطوة سليمة وصحيحة من القائمة المشتركة أن لا تعطي إجابات نهائية على هذه القضايا، وأن تتفاعل بشكل ديناميكي مع ما هو مطروح في الساحة، مع الأخذ بالحسبان أن القائمة المشتركة يعني ترتكز إلى مجموعة ثوابت وطنية يعني تحتمي بها و يعني تستند إليها،
ولكن رغم ذلك بهمنا كثيرا أن تكون القراءة قراءة واقعية. نعم طبعا هناك على المستوى الشعوري نعم هناك شعور بالانتصار أو بالفوز، لأنه إذا حللنا يعني نتائج الانتخابات إلها عدة أبعاد لا تقتصر فقط على عدد المقاعد، إنما إعادة بناء القائم المشترك وزيادة التمثيل وسقوط حزب مثل عثمان يهوديتي اللي هو يعني حزب فاشي، ولأول مرة نتنياهو منذ 4 جولات انتخابية متواصلة لا يستطيع أن يشكل الحكومة. كل هذه الأمور ما كانت لتكون لولا ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي ولولا الحراك الذي تحدث القائمة المشتركة، والكل اليوم ينتظر ماذا تقول القائمة المشتركة من مواقف. عمليا مرة أخرى أقول قائمة المشتركة موضعت نفسها في موضع وهي يعني مستعدة أن تثب من أجل أن تتخذ مواقف معينة تخدم من خلالها قضية طيب. شعبنا ومجتمعنا. ما المكانة التي ما المكانة دكتور منصور اعذرني على المقاطعة، أنا أعتذر عن مقاطعتك لكن فقط لضيق الوقت، ما المكانة التي تخولكم لأن يكون تأثيركم أقوى، هل وأنتم في المعارضة أم وأنتم في إطار حكومة مهما كان شكلها وكيف كان شكلها؟ لا هو في طبيعة الحال التأثير في طبيعة الحال التأثير على السياسات على صناعة القرار يكون في الأساس فقط من خلال الحكومة، ولكن هنالك بدائل أخرى نحن نتحدث عنها ونطرحها مثل قضية الجسم المانع، فضلا طبعا عن العمل البرلماني التقليدي وهو مراقبة الحكومة والعمل أمام الوزراء والموظفين الكبار في الدولة من أجل يعني متابعة وتحصيل حقوق محددة في مجتمعنا العربي. إحنا يا سيدي عندما نذهب إلى الكنيسة نعرف أننا ذاهبون إلى الكنيسة الإسرائيلي ونعرف سقف العمل الذي يمكن أن نتحرك فيه من خلال الكنيسة الإسرائيلية. إحنا لا نوهم أنفسنا أن هذا ميدان يغير قواعد اللعبة، ولكن لا شك أنه أداء القائم المشترك بهذه المرحلة واستنادها إلى تأييد شعبي كبير عملياً أنت تستطيع أن تقول أنه القائمة المشتركة يعني حصدت الأصوات العربية، الأحزاب الصهيونية كنست من المجتمع العربي إلا قليلا يعني طبعا لا. فما في شك أن القائمة المشتركة تمثل كل الوسط العربي، ولكن مرة أخرى في التأثير التقليدي اللي هو البرلماني وهذا جدا محدود، وفي استعدادك أن تدخل، ولكن الموضوع هنا ليس موضوع كم حصلت من عدد نواب، إنما أيضا يتعلق بالمعادلة ما بين اليمين واليسار الإسرائيلي. يعني أنا أذكر أنه في 92 ل 96 كان هنالك فقط 5 نواب عرب في حزبي الجبهة والديمقراطية العربي، ورغم ذلك 5 نواب كانوا قبانة الميزان ما بين اليمين واليسار. قبل 4 سنوات كان عندنا 13 عضوا، ولكن نتنياهو كان عنده ائتلاف من 67 عضو. الآن إحنا ممكن 12 أو 13 عضو، ولكن واضح أمامنا لما نتنياهو يتراوح بين 55 إلى 56. غانتس أيضا أقل من ذلك حتى مع ليبرمان. فعمليا الخارطة المرسومة إنه العرب ممكن أن يكون لهم فرصة للتأثير. أنا أوافق الأستاذ نظير أنه الشيء الأساسي الذي نسعى إليه نحن نريد أن نؤثر، ونحن نتحدث السياسة الإسرائيلية ولا نكتفي بخطاب الاحتجاج وتبرئة الذمة من السياسات الإسرائيلية، نحن بنحاول أنه ندافع مع هذه السياسات، ولكن مرة أخرى في واقع نتحرك فيه ونتعامل معه. يعني فجأة يخرج لك شخص مثل ليبرمان ويقول لك أنه مستحيل أن يجلس في حكومة، طبعا احنا مش واضح لنا الان ماذا يقصد، هل يقصد ايضا الامر ينسحب على ان نكون مثلا جسم مانع للحكومة او ان نكون اعضاء فيها؟ اعضاء فيها هذا برضو ويعني طيب دكتور منصور لنا في الواقع الموجود. نعم دكتور منصور، ولكن هل اعتراضه ايضا على ان نكون جسم مانع؟ هي ايضا سؤال يجب أن يفحص بشكل حقيقي. طيب. دكتور منصور أنتقل بسؤالك إلى السيد نظير، ولكن قبل أن يجيب عليه أنا أطرح عليه سؤال. سيد نظير، هل أمام هذا أو السيناريوهات المعقدة هل من المتوقع أن تكون هناك انتخابات ثالثة برأيك؟ لأنه كل طرف منهم يقول أنا لن أدخل في حكومة فيها فلان، ثم الآخر يقول لك أنا لن أدخل في حكومة فيها علان،
فهل من المحتمل بأن نذهب أو يذهبون في إلى انتخابات ثالثة مثلا؟ طبعا الاحتمال نظريا قائم وممكن، ولكن لا أعتقد أن هنالك حزبا أو شخصية سياسية في إسرائيل مستعدة أن تذهب إلى هذا الانتحار. الجمهور الإسرائيلي لن يرحم أي حزب يأخذه إلى انتخابات ثالثة في هذه السنة. هذه إمكانية شبه مستحيلة. هي ممكنة نظريا، ولكن أعتقد أنها من الناحية الواقعية ومن ناحية العمل السياسي المهني هي شبه مستحيلة. ولكن دعني أقدم ملاحظة إضافية على قضية كيف يمكن للقائمة المشتركة أن تعمل، ليس فقط يعني في إطار الكنيست للتأثير. نحن نتحدث حتى الآن عن دعم إما من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة. أنا أعتقد أن هنالك قضايا من داخل أو من خارج الحكومة هي قضايا كبرى يجب أن نأخذها ونتبناها ونسعى فيها كعلم نحمله في كل اتصالاتنا، في كل عملنا، في كل نشاطاتنا في الكنيست. مثلا قضية السلام، إسرائيل تضيع فرصة تاريخية للسلام مع كل الأمة العربية والإسلامية. هنالك مبادرة سلام توافق عليها كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية، تقول سلام كامل بينها وبين إسرائيل في حال وافقت إسرائيل على مبدأ حل الدولتين وأقامت دولة فلسطينية عاصمتها القدس إلى جانبها. هذا مشروع. إسرائيل تضيع فرصة تاريخية بسبب قيادتها السياسية المحدودة الأفق أو اليمينية المتطرفة أو تلك المستفيدة من الحرب. هذا الموضوع من الممكن أن يصبح موضوع علم بيدنا. أنا أعرف أن هنالك انتقادات على القائمة المشتركة لماذا تعمل بالسياسة العامة وليس في قضايا المواطنين العرب. من الممكن أن يكون هنالك أعلام أخرى في قضايا المواطنين العرب، علما بأن أعضاء الكنيسة العرب 90% من نشاطهم يصب في اتجاه خدمة مصالح شعبنا في الداخل. ولذلك المسألة ليس فقط في قضية أين يكون موقعي. طالما أنا موجود في الكنيسة يكون لي صوت ومؤثر، وليس بالصراخ وليس بالاحتجاج وليس بالفدلكات التي يقوم بها بعض النواب، إنما بعمل جذري هادئ من الممكن أن نرى له ثمارا. هذا أمر بحاجة ماسة أن يصبح فيه تغيير عمليا في عمل أعضاء الكنيست في هذا الاتجاه، إضافة إلى الحقيقة أننا يجب أن نكون مبادرين. نحن أصحاب المبادرة، ليس رد فعل. يقول ليبرمان لا يوجد مكان للعرب فنحن نزل جانبا، أو يقول نتنياهو العرب معادين للدولة ومؤيدين للرهاب ونحن يعني نترك جانبا نتمنى هنالك حاجة لإحداث أيضا تأثير في هذا المجال. نتمنى أن يحدث كل ما أتيت على ذكره. وبالطبع الإخوة في القائمة المشتركة حريصون على تحقيق إنجازات سواء في السياسة العامة أو حتى في القضايا التي تخص أهلنا في الداخل. دكتور منصور وسيد نظير، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال في محورنا التالي للسيد إلياس هنا معنا في الاستوديو. ما المستقبل الذي تبقى أمام نتنياهو؟ شوف، نتنياهو أولا ثعلب سياسي من الدرجة الأولى مش قليل. بناور حاليا أولا أول شيء عمله أنه جمع كل الأحزاب اليمينية المتشددة، يعني المعسكر اليميني، وأخذ منهم تعهد أنه يدعموه ويصوتوا أو يوصوا رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة. ليش؟ نتنياهو بده يأخذ تكليف رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، وهو يبني على ان حزب على انه جانتس اما ان يقبل بشراكه بين جانتس بين الليكود حكومه وحده لا بغض النظر، مش بالضروره وحده وطنيه، حكومه تشكيل حكومه برئاسه نتنياهو وبعضويه ابيض اسود ابيض ازرق وحتى لو استثنى ليبرمان، بده يجي ليبرمان حسب شروط نتنياهو ماشي الحال. هلا نتنياهو يدرك تماما انه جانس لا يمكن ان يدخل او يجلس على الاقل حسب ما اعلنه جانس في حكومه فيها نتنياهو. نتنياهو يسعى من هذا الباب انه انا استلمت التكليف الرئاسي وبدي احاول اشكل الحكومه، المعضله في تشكيل الحكومه هو جانس، واذا كانت هناك ضروره للتوجه لانتخابات ثالثه فان السبب هو جانس، وسيحاول القاء اللوم على جانس في هذا الموضوع. هلا اذا جاء التكليف لجانتس انه هو شكل حكومه، وهذا المأزق، هذا الفخ اللي بيحاول نتنياهو ينصبه لجانتس بحيث انه
لما سواء كان التكليف لنتنياهو او لغانتس، انه اذا غانتس اخذ التكليف بده يضطر يحكي مع نتنياهو، واذا ما حكى مع نتنياهو بده يتحمل مسؤوليه عدم تشكيل الحكومه. بالتالي الثعلب نتنياهو اللي بيعرف انه وراءه مكشوفه، ومع ذلك بيلعب على وبيلعب على المكشوف، لكن يامل انه على الاقل اذا حدثت انتخابات جديده بعد 4-5 شهور انه الملام هو غانتس، وبالتالي الشارع الاسرائيلي سيعاقب غانتس. هذا كله كلام على الاقل نحاول نفسر شو بيحاول نتنياهو يعمل. غير عن هيك، ريفلين كان واضح يوم الانتخابات وقبل الانتخابات، قال سأعمل المستحيل حتى امنع انتخابات جديده. اسرائيل لا تتحمل انتخابات جديده بتكلف ماديا، ثالثه وبالتالي هناك فرصه ان يلعب دورا خاصا رئيس الدوله، بحيث انه يجمع بين غانتس وبين نتنياهو، او حتى اقطاب الليكود واقطاب حزب ازرق ابيض، ويتفقوا على يلاقوا له مخرج. واذا كان المخرج انه يعني هو كل واحد بيلعب من جهه، نتنياهو بيلعب بالوقت بده يحاول يستفيد قدر الامكان ويأجل 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 موضوع الاستماع وموضوع الهي. اذا وصلت قياده الليكود مش بس نتنياهو، في كثير ناس وفي امراء في الليكود ما مصدقين يتخلصوا من نتنياهو، بس هلا الوحده الظاهريه هي البرجوه. فاذا كان لابد من تشكيل حكومه، وسيكون هناك ضغط على الليكود، وعلى ولانه الحجه الاساسيه لطرد نتنياهو من الليكود او لعزله عن موقع رئاسه الوزراء القادمه هو الملف القضائي ضده بالفساد وغير الفساد، ستكون هناك خطوه من هذا النوع، انه رئيس الدوله بكلف رقم 2 في الليكود بتشكيل الحكومه، وساعتها الفيتو تاع غانتس بيسقط. هلا اللي ممكن يصير ثانيا نحكي شوي لبعد 4 سنين، لكن لو سمحت اوكي بعد 4، يعني احنا حكينا عن ليبرمان في تقديري يسعى ان يعود ملكا للليكود بعد 4 سنوات او 8 سنوات. ليبرمان لن يرضى سياسيا ان يكون فقط رئيسا لحزب يمثل اليهود الروس بشكل عام، وانما يريد ان يكون هو عنوانا لليمين العلماني في اسرائيل، ويحتل مكان نتنياهو. وعشان هيك لا تفاجأ بعد 4 سنين، بعد 6 سنين، بعد 2 سنين، انه اعلان دمج بشكل او باخر بين اسرائيل بيتنا والليكود في مرحله ما بعد نتنياهو. هلا قديش بدها مع بعد نتنياهو؟ سنه 2 بالكثير، بس الزلمه مروح. نعم، هاي احنا بنحاول نقرا لبعد 5 سنوات. انتقل الى الدكتور منصور عباس. دكتور منصور، من قراءتكم للمشهد الحالي، ما الذي تبقى لنتنياهو برايك حتى لو حصل تساو في عدد المقاعد بعد الإعلان عن النتائج الرسمية؟ ما الذي تبقى لنتنياهو سياسيا وأيضا فيما يخص حزبه الليكود؟ نظريا أمام نتنياهو خيارين. الخيار الأول حكومة في الائتلاف الذي شكله اليوم 55 أو 56 عضو، إما مع ليبرمان وإما مع أزرق أبيض أزرق. الآن نتنياهو يعرف أنه ليبرمان أسقط حكومة نتنياهو مرتين وحل الكنيسة مرتين يعني خلال هذا العام، فعمليا واضح أمامه أنه الأفق الآن مع ليبرمان تقريبا مقفل، رغم أنه في السياسي لا يوجد شيء يعني نهائي. نيفرسينو أبدا لا تقول نتنياهو لا. الآن أبدا. الآن الخيار الآخر الذي يسعى إليه نتنياهو هو اليوم يعني قام بخطوة معينة، تعزز بالائتلاف اليميني ويريد أن يذهب ليفاوض وفي جيبه 55-56 عضو كنيسة، ليأتي إلى غانتس ويقول له جيد ممكن أنه إحنا نعمل حكومة واسعة، أنا أريد أن أبقي معي شركائي الأصليين، وبما أني أنا الكتلة الأكبر فأنا مستعد أتقاسم معك رئاسة الحكومة. هاي في يعني ممكن بعد في الأول رح سيطلب أن يكون هو دائما رئيس الحكومة، ولكن ممكن في مرحلة معينة يتنازل عن نصف رئاسة الحكومة بشرط أن يبدأ هو. ولماذا طبعا هذا مهم بالنسبة لنتنياهو؟ لأنه عمليا مقعد رئاسة الحكومة هو الذي يعطي نتنياهو قوة أمام الجهاز القضائي وأمام ملفات الفساد التي يعني تدار جنبه. وإحنا في أول الشهر القادم هنالك يعني جلسة استماع تحديدا في 2 أكتوبر، أليس كذلك؟ للنيابة العامة.
في الثاني من أكتوبر. لذلك الخيارات الموجودة أمامنا، طبعا هنالك خيار آخر ثالث حاوله في قبل أشهر، وهو يحاول ممكن يجتهد أنه يعني يقتنص حزب هنا أو هناك من أحزاب اليسار، حزب العمل، حزب ميرتس، أو حتى يسعى إلى محاولة شق كتلة كحول لافان أبيض أزرق، لأنه كحول لافان عمليا تتشكل من ثلاث أحزاب أو ثلاث قوائم، فممكن أنه يسعى إلى يعني أخذ جزء من كحول لافان. هل سينجح أو لن ينجح؟ هذه الأيام يعني تحددها. أنا في اعتقادي ولا أي يعني زعيم سواء نتنياهو أو غانتس أو حتى ليبرمان يعرف كيف ستنتهي هذه الأمور وإلى أين ستتدحرج. لذلك في اعتقادي أنه مسألة تشكيل الحكومة واستمرار الكنيست المنتخبة أو حل الكنيست أوتوماتيكيا هو بنسبة 50% 50%. طيب هناك مداخلة للسيد الياس قبل أن نعود إلى السيد نظير، تفضل السيد الياس. بنحكي عن نتنياهو. نتنياهو المؤسسة القضائية ضده، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ضده، المؤسسة الأمنية ضده. اللعبة اللي حاول يلعبها قبل 5 أيام بمحاولة افتعال حرب مع غزة حتى يؤجل انتخابات وخدمة مصيره السياسي الشخصي، نسفت كل علاقة بينه وبين المؤسسة الأمنية. في مؤسسة في إسرائيل، هي ليست دولة رجل واحد، هذه المؤسسة الأمنية والسياسية والقضائية لا يمكن أن تتعايش مع نتنياهو بعد اليوم. لابد من البحث عن مخرج للدول العبرية بالخلاص من نتنياهو، لانه عجب زي ما بقولوا باللغه العاميه انه ما خلاش له صديق. الجنون اللي ركبه جنون العظمه لنيرون تل ابيب سيقود اسرائيل الى 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 مهالك الها اول ما الهاش اخر. المخرج منه هو انه المؤسسه الامنيه، المؤسسه القضائيه، الاحزاب الاخرى تلاقي طريقه للتفاهم وتشكيل حكومه بمعزل عن نتنياهو، سواء يعني شاء ام ابى بده يروح. مروح. نذهب اخيرا في اخر دقيقتين من الوقت المتاح لنا الى السيد نظير. سيد نظير، ماذا عن السؤال الذي أعلم بأنه يحتاج إلى وقت طويل للإجابة، لكن نأسف لأن الوقت فقط دقيقتين. هل تبقى أي أمل بعودة زخم ما لما يسمى اليسار الإسرائيلي أو الوسط الإسرائيلي في أي عملية تصب في مصلحة السياسة، أي العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بصراحة؟ بالتأكيد طبعا أعتقد أن هناك غالبية في المجتمع الإسرائيلي وفي الحياة السياسية الإسرائيلية تؤيد حل الدولتين. حتى الآن 58% من الجمهور اليهودي يؤيدون، حتى عندما جرى استطلاع قبل 6 شهور في عن طريق معهد أبحاث الأمن القومي بين اليهود وبين المؤيدي الأحزاب من مصوتي الليكود، 31% أكدوا أنهم ما زالوا يؤيدون هذا الحل. المشكلة في إسرائيل أن القيادة اليمينية المتطرفة هي التي تحكم الموضوع وهي التي تخيف الشعب من تبعات مثل هذا الحل، يخلقون لهم أوهام رعب وفزع بأن القيادة الفلسطينية يعني تخبئ لهم مكنونات مرعبة، ولذلك يعني يتهربون من هذا الحل لأنهم لا يتمتعون بالشجاعة، لكنهم يعرفون هذا هو الحل. ولذلك أعتقد أن ضمن الأسباب التي قامت على أساسها حزب الجنرالات بقيادة غانتس هو رسالة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تنظر إلى المصلحة الاستراتيجية وتقول أن هنالك فرصة أمام إسرائيل لكي تحافظ على قوتها العسكرية وعلى صناعاتها العسكرية وترويجها في الخارج، ليست بحاجة إلى حرب دائمة، وبإمكانها أن تفعل ذلك أيضا من خلال عمليات سلمية، ولا خصوصا وأن هذه العملية السياسية تخبئ في طياتها فرصة تاريخية لإسرائيل من جميع النواحي، من يعني ناحية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وكل الجوانب. ولذلك باعتقادي أن هذه القوة موجودة في المجتمع الإسرائيلي، موجودة في القيادة السياسية في إسرائيل، تحتاج إلى من يقف على رأس الهرم أن يكون شجاعا وأن يكون صريحا مع الناس مثل رابين.
شكرا جزيلا ونعتذر انقطعت الصورة من المصدر. سيد نظير مجلي المختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا مباشرة من الناصرة، مرة أخرى نعتذر لانقطاع الصورة. الشكر موصول أيضا من الجليل لدكتور منصور عباس نائب عن القائمة المشتركة في الكنيسة، شكرا على وجودك معنا. والشكر موصول لك دوما سيد الياس زنانيري نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، شكرا على وجودكم ثلاثتكم معنا. الشكر موصول لكم أيضا سيداتي وسادتي في هذه الإطلالة من ملف اليوم. كل النخب السياسية في إسرائيل تبحث عن خيار أقل مرارة من الخيارات الأخرى، سنتابع بالطبع هذا الموضوع مع حضراتكم بعد إعلان النتائج في لقاءات قادمة دوما. أطيب المنى وإلى اللقاء.